بعد استغلال معلومة ووضع خطة محكمة من طرف أفراد المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بالجلفة، تم حجز كمية معتبرة من مواد التبغ المقلدة ممثلة في مادة الشمة، مادة السجائر المحلية والأجنبية والمعسل بمقدار 508,995 علبة، منها 150,965 ألف علبة شمة و 56,954 ألف علبة سجائر. كما تم توقيف 4 أشخاص متورطين بالإضافة إلى حجز مركبتين لنقل البضائع، تقدر القيمة الإجمالية للمحجوزات ب 2 مليار سنتيم و 172 ألف سنتيم.